الخبر اولي عدنا عن سكينة ووصول قناته باليوتيوب للخمسة مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتباركوا لها بالكومنتات على هالانجاز الخرافي. بالنسبة لسكينة يا حبايب فاحتفلت بهذا الرقم عن طريق تنزيل هذا الفيديو على حسابها بالانستغرام. نروح حاليا للانتقال الجبار اللي صار وبنفس الوقت هو غريب ما بين احمد ابو الرب وبرهون باراوي، فنزلوا شي ستوريات ويا بعض. وطبعا هذا يعني انه ثلاثهم حاليا سافروا وثلاثهم صاروا حاليا بدبي. وطبعا هذه هي اول مره يلتقون بها ويا بعض، وصراحه كلش متحمس للمقاطع الخرافيه اللي راح اسويها بعض. اكتبوا لكم انتاج جيتو متحمسين، اكيد المقاطع حيسووها تكون كلش تضحك. ننتقل حاليا لنارين بيوتي والفضيحه الناريه اللي انتشرت عليها بالتيك توك، اللي يقولون انه هذه نارين بيوتي يا حبايب المسبح. ولكن لا يا حبايب، دائما اقول لكم لا تصدقون اي شيء الا انزله على قناتي اللي هي مملكه القصص. اي شيء زائد 18 لا تصدقون الا على قناه مملكه القصص. هذه الصورة يا حبايب اللي انتشرت هي مو نارين بيوتي، مجرد هي تشبه شعرها، ولكن هذه البنية ممثلة يا حبايب عربية وانتشرت الفضيحة عليها من زمان. فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا لبيسان اسماعيل وبيسان تيكت ونور ستار واختفائهم المفاجئ. بالنسبة لبيسان اسماعيل يا حبايب فهي ما ظهرت من بعد ما خرجت من برنامج بوليفرد للمواهب، ما نزلت اي شيء، صراحة موضوع غريب. بالنسبة لبيسان تيكت فكنا نعرف انه هي حاليا تعاني باكتئاب بسبب علاقتها بوسام طالعة، فاكتبوا لكم التاج رقم الخبر. روح حاليا سعودي ريبورترز وتنزل شوية ستوريات من داخل المستشفى، لا تخافون يا حبايب ما بي اي شيء، مجرد قال انه عملية صغيرة وراح يحلها ان شاء الله. وبنفس الوقت كان بدي اشكر متابعين على 8 مليون والدعم الخرافي، راح احط لكم الستوريات مهم كلام شوفوا. السلام عليكم جايز ريبورترز أيا كان، الله يزيدكم ويوفقكم. اسمعوا، صحيت من النوم على طول عشان عندي اوبريشن الحين. لا تخافوا ان شاء الله كل شيء تمام، صغيرة نزلت لكم دوكيومنتري كامل، فخلاص لا تخافوا الحين ما تشوفوني في المستشفيات وكذا وكذا. يعني كمية الاشياء، انا ما بتكلم عن ارقام، ما بتكلم انه وصلنا 8 ما بتكلم. ماما الله يسعدك، ممكن بس يعني ناكل الكروسون بشويش عشان بقول شيء مره مهم. سوينا هذه الرساله انا وعبد العزيز خلود وكل الناس اشتغلوا في هذا العمل، انه اهم شيء نوريكم، مو انه اوه تعالوا احزنوا علينا، لا، انه نوريكم معنى الصبر، معنى هذا يعني ورسائل مره كثيره. فانا اللي حبيته انه كل شخص استفاد من هذا الفيلم شيء في حياته، يعني القصة والفيلم يمسك ويتكلم عن جميع الأشياء في الحياة. إن شاء الله أسوي الأوبريشن أخلصه، ولما أطلع هرد عليكم واحد واحد وأرجع أسوي ستوريز وهذه الأشياء، بس خليني أخلص على من هذه الأشياء. قلب محارب نسوي، يلا لازم نسوي حركة قلب محارب أو هذه. ننتقل حاليا لابو فله وصول قناته باليوتيوب لل 22 مليون مشترك، فان شاء الله الف الف مبروك عقبال 30 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. وبيوصل يا حبايب لنا اصلا مقطع، اتمنى مقطع تجربه لايكات. مره نزلت لكم مقطع تعبت فيه هوايه، ما جاء دعم بس مو مشكله. احبكم وبس، مع السلامه.